أقوياء بكم وأقوياء كذلك بجميع من ناصر هذه القضية. ولن أنسها ولو أعدموني حقوقي حقوقي لهم في عروقي. ولن أنسها ولو أعدموني. تحية تقدير نوجههم لك لهم كذلك الشكر، كما أننا كذلك نقول أن هذه المسؤولية بين أيديكم وساكنة البغوة. هيا إذن بعد تحية على المستشاري لتمثال الساكنة، ولذلك نبتني هل مناورة دهنتي هل أساليب الانتقامية سوف لن تزيد الساكنة إلا صمودا. نرمان حوصاد بقور اللي هانت احتفال الذكرى للاحتجاج النح، الذكرى تعبيرا على غير اللي كله مسكر خصني النضالات النح، الاحتجاجات النح، المواقف النح اللي صدر السكن اول انت ما زرتنا اول الساكنه نيت بوهوا اللي صدر اي لكم جميع التميزار جميع المناطق جميع يهور منيع جميع المسؤولين من يزدنا رفلة يعني وري اللي حتى يعني وري يردي والأخبار ما المعاناة دان هادي لان ما المشكل دان هادي لان ما نسكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشيد بن إبراهيم رئيس جمعية أمركس، فاعل جماعي، عضو جماعة بالفعل دائرة سعود اللي كتشكل الدوائر ديال أمركس أدوز تدورت. اليوم كنخلد واحد الذكرى الغالية عندنا، الذكرى البداية، الذكرى الأولى اللي نسميها انتفاضة إيت بوهروا ضد مشروع المهزلة اللي مجلس الجماعي بالفع قرر أنه يعني يستوطن واحد المحطة ديال تصفية المياه العادمة بالفع يعني حدا الحقوق ديال الساكنة وقريبة جدا للمساكن ديالها والآبار اللي كتسقي منها سواء الماء صالح للشرب والماء ديال الفلاحة ديالها. حنا تقريبا هادي عام وحنا بدينا النضال ديالنا اللي بدينا بوقفات احتجاجيه مسيرات وختمناه واحد النضال ديال تقريبا شي 6 شهور ديال النضال ديال الاعتصام في عين المكان واحد المحطه، وراسلنا جميع الجهات بما فيها السيد العامل الداخليه، وصلنا لوزاره البيئه الماء اللوجيستيك، يعني راسلنا جميع قمنا جميع الاجراءات، ولكن للاسف الشديد ما كاينش اللي يعطينا شي اجابه وعطينا شي مبرر ديال هذا المشروع هذا واتخاذ السيل تاخذ هذه الخطوه هذه. هذا الشيء هذا كاين في 2018 لنتفاجأ بعد ما السيد الرئيس قرر انه يلغي هذا المشروع، يعني هذه كلمه قالها هو بفمه ان المشروع تلغى ما بقاش غيكون هنا، ولكن نتفاجأ ان بعد واحد المده واحد العامين هذه انه يعاود يرجع وبالعمل يعني بدا يستوطن المحطه، وللاسف الشديد انه ما 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 رضاش للضغوطات ديال الساكنه ولا حتى المطالب ديالها، وقرر انه يعني بكل 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 وقاحه وبكل عنف انه يواصل انه المشروع ديالو الفاشل والغير اخلاقي في المنطقه هذه اللي حنا دابا كنتواجدوا فيها. ولن أنسها ولو أعدموني حقوقي حقوقي لهم في عروقي. ولن أنسها ولو أعدموني. أولا تحية لجميع المرابر الإعلامية التي لبت نداء الساكنة ديال إيت بوهروا وأبت إلا أن تشاركها هذا الاحتفال الذي يخلد للذكرى الأولى لاحتجاجات الساكنة نيت بوهروا. إذا نحييهم عاليا أولا ماشي غير اليوم، نحييهم كذلك على التغطية التي قامت بها هذه المنابر الإعلامية على مدار الاحتجاجات التي عرفتها هذه المنطقة. هذه الذكرى أولا تأتي من أجل تأصيل لهذه الذكرى أولا، ثم كذلك تذكير يعني بخصوص الذاكره المحليه والذاكره ديال المنطقه انها بغينا نرجعوا دوك القيام النبيله التي تم تجسيدها في هذا المعتصم
قيم ديال التضامن، قيم ديال الصمود، قيم ديال النضال، يعني واحد مجموعه ديال الاشياء دارت من خلال الاحتجاجات ومجموعه من الدروس والعبر تخذات من خلال هاد يعني الاحتجاجات، وبالتالي ابينا الا ان نخلدها وتبقى كذلك تاريخا وملكا لهذه ولذاكره هذه المنطقه وكذلك للناشئه كذلك. ثم لنذكر كذلك كل من يهمه الامر ان هذه الساكنه بالنسبه للمحطه بالنسبه اليها امر محسوم، ولكن لوحظ في الاونه الاخيره بان هناك مجموعه من الاستفزازات، مجموعه من المضايقات عن طريق شكايات بدعوى التلفيق وبدعوى انه هناك تحريض الى ما الى ذلك، ثم كذلك بان النساء يتم يعني التلصص والتصنت من اجل يعني معرفه النساء ولا دوك الناس اللي كيجيو لهذا المعتصم، وبالتالي هذه الامور نرفضها رفضا باتا ونعدها من الماضي بعد مغرب الانصاف والمصالحه. ولذلك ننبه الجميع، جميع المسؤولين سواء ترابيين وكذلك الاداريين وكذلك جميع كل من يهمه الامر، ان ساكنه ايت بوروا ما زالت على عهدها، وكذلك بالنسبه الينا كما قلت بان هذه القضيه بالنسبه الينا طويت، يبقى فقط المراحل الاخيره يجب ان يطوى هذا الملف بكيفيه نهائيه، لان كما اقول دائما ان العدو ديال المنطقه هو الفقر، هو التهميش، هو مجموعه من الاختلالات التي تعاني منها الساكنه، وبالتالي على المسؤولين ان يتفرغوا للاجابه على هذه المشاكل، وليس يعني تحريض الساكنه وليس عفوا تهديد الساكنه وتخويفها عوض يعني الترافع عن قضاياها الاساسيه والانصات الى همومها. ولذلك احييكم عاليا ومجددا والى مناسبه ان شاء الله اخرى، وتحيه لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.